مرحبا بكم. ملايين المصابين وآلاف الوفيات حول العالم بفيروس كورونا المستجد. المغرب وجد نفسه ليس بمنأى عن هذا الداء. تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد دفع الأطقم الطبية والاستشفائية بالمغرب لإعلان الحرب على هذا الوباء. طاقم تيليماروك تفرد بقضاء أيام داخل هذه الوحدات الاستشفائية، أنجز تحقيقاً ودخل غرفاً تأوي المصابين بفيروس كورونا المستجد. سيسردون فيما يلي تجاربهم المريرة مع وباء خفي دخل خلسة إلى أجسادهم. سننقل لكم واقعهم داخل غرف ينتظرون فيها مصيرا مجهولا لحياتهم. ورغم نجاح تجارب العلاج بمستشفيات المملكة، ظل الأمر مستعصيا على العلماء لكشف لغز دواء لهذا الداء. لنتابع. مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد بالمغرب، تعبأت مختلف الأجهزة والوحدات الصحية لمواجهة هذا الوباء. سباق ضد الزمن للحد من تأثيرات الفيروس. رحلة المصاب في العلاج تنطلق من هنا، قطب المستعجلات بهذا المركز الطبي. هذا القسم ما زال يستقبل ضحايا الحوادث بمختلف أنواعها ومن لحقت بهم كسور أو ممن يحتاجون إسعافات، وحتى المرشح إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. عملت مقاطعة سيد البرنوسي كتفرد انه بتنوع الشبكة الاستشفائية ديالها، حيث كتكون ثلاثة مستشفيات: مستشفى اقليمي اللي هو مستشفى المنصور، وكذلك المستشفى المحلي سيدي مومن واللي مخصص بصفة كلية لاستقبال وعلاج مرضى كوفيد 19، وكذلك المركز الطبي القرب مؤسسة محمد الخامس للتضامن اللي احنا فيه اليوم، حيث تم تهيئة خلية لمتابعة المخالطين للحالات كوفيد 19 الإيجابية، حيث هذه الخلية مجهزة وكذلك يتم فيها التواصل مع هؤلاء المرضى، يتم البحث على مستوى العائلي بالنسبة لكل مريض إيجابي، وكذلك يستفيدون من التحاليل المخبرية التي تؤكد أو لا إصابتهم بفيروس كوفيد 19. رحلة علاج مصاب بفيروس كورونا المستجد تنطلق من هنا. أخذ التحاليل المخبرية بعد الاشتباه في إصابته يجعل باقي المصالح المعنية على أهبة الاستعداد من أجل نقله فيما بعد إلى وحدة علاجية سيقضي بها أياما في إطار الحجر الصحي. جرى تخصيص مسلكين للمستعجلات بهذا المركز الطبي. الأول يستقبل المرشح إصابتهم بوباء كورونا المستجد، فيما يستقبل الثاني باقي الحالات التي تحتاج تدخلات طبية. هنا المركز باقي خدام كما العادة، كنستقبلوا جميع الحالات بما فيها حوادث سير، حالات اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو كسور، حالات جميعة بما فيهم الحالات اللي كتقدر تكون مشتبه فيها بتكون عندها كوفيد 19. دونك في هذه الحاله منين كيكون داك الحاله كتستوفي جميع الشروط ديال التعريف اللي عطاته لنا وزاره الصحه، ساعه راه كتمشي عندنا واحد القاعه ديال العزل، ثم كنحطوا المريض وكنلبسوا اللباس ديالنا مثل هذه الحالات باش نديروا له تحليله. كنديروا له التحليله وكتمشي في لومبيلونس المعهد باستر، وتما باش كيديروا له التحليله وكنعرفوا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. تنسيق دائم بين مصالح هذا المركز. التحاليل المخبريه تنطلق من هنا الى معهد باستر المغرب بالدار البيضاء. يقظه مستمره لنقل الحالات المؤكد اصابتها بالفيروس الى هنا مستشفى القرب سيدي مومن. طاقه استيعابيه تصل الى 40 سريرا. أطر طبية وتمريضية تسهر على احتياجات مرضى كوفيد 19 داخل قاعة العزل مع متابعة تطورات حالتهم الصحية باستمرار. هذه الوحدة العلاجية تم تهيئتها بشكل خاص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد. اجتماع صباحي للوقوف عند حالة التعافي والإصابة الجديدة. يتم أيضا تحديد حالة كل مريض مع رصد احتياجاته التمريضية. وللحالات اللي كاينه دابا 32 الحالات ديالهم مستقره، الاغلبيه ديال المرضى راهم مستقره من خلال الفريق اللي دخل منذ صباح
وهاد العشية هادي يعني من خلال لابريز ديال كونستانت ديالهم وداكشي راه كلشي مزيان. المرضى اللي كيتوافدوا على المستشفى قصد الاستشفاء فهما كنتبعوا الحالات ديالهم يوميا من خلال واحد الاجتماع يومي هو مكون من اطباء اختصاصيين. حتى الأطر الأمنية تبقى في تنسيق دائم مع المصالح الطبية هنا بالمستشفى. السلطات تسهر على ضبط كل صغيرة وكبيرة وإبعاد كل ما من شأنه إزعاج هؤلاء عن أداء مهامهم مع تقديم المساعدة كلما تطلب الأمر ذلك. والمرضى اللي كيتحالوا على المستشفى هما أمراض من نوع خاص يعني كوفيد 19 ماشي بحال الحالات ديال المرضى اللي كنا كنستقبلوا قبل، بحيث الا بغيتي تدخل وتمارس العمل ديالك وتقدم لهم دوك العلاجات كيخص بالنسبه خص واحد اللبسه خاصه يعني كيبمو سبيسيال. فيروس كوفيد 19 يفرض على الأطر الصحية اعتماد هذه النوعية من اللباس المهني بشكل يراعي مستوى السلامة الثاني. الأطر الصحية تستغرق في المتوسط 10 دقائق قبل أن تكون جاهزة وقاية من الفيروس لتقديم العلاج ومراعاة احتياجات المرضى وكذا التقليل من خطر العدوى. بالنسبه لهاد العمليه اللي قمت بها دابا عندي واحد دو بريليفمون نازوفارانجي غادي نقوم بهم دابا. قبل ما ندخل عندي مرض اول حاجه خصنا لابياج يعني خصنا نلبسوا هاد اللبسه دو بروتيكسيون اللي حنا ولا اول حاجه كنقوموا بها هي لا ديزانفيكسيون يعني تغسلوا تعقيم اليدين من بعد تلبسوا واحد لا كومبينيزون هي هادي هاد لا كومبينيزون يعني اللي كتوهم يعني لديك المعايير ديال الحماية ديال البيرسونيل سواء ميديكا ولا باراميديكا ولا نابو. ثاني حاجة ملي تلبسوها يعني اوفا تو خصنا نحميو كلشي نوطامون لو كور ديالنا لو فيزاج لي ما العين ديالنا الرجلين ديالنا كلشي قبل ما ندخلو عند المرض. بالنسبة لي بخيليمون اللي تنقومو بهم أول حاجة بعدا المرض ملي تيدخل عندنا كيكون ديجا دار واحد بخيليمون يعني بوغ كونفيرمي لا مالادي راه كوفيد 19 من بعد يعني أجيويت ولا جيناف يعني كيبدا عندنا تريتمون اولا اجيويت يعني دو سبيتاليزاسيون ولا حتى الجيناف تنديرو هاد البريليمون علاش باش نعرفو واش تريتمون ديالنا ايفيكاس او با ونشوفو حتى لو مريض اسكي ساميليو او با يعني واش كيتحسن ولا لا كيدار البريليمون اجيويت ولا جيناف ومن بعد واحد 48 اور تنعاودو ان دوزيام بريليمون الا كان نيجاتيف دونك اي فا سورتي يعني غادي يخرج الا بقى بوزيتيف ولا شي حاجه غنعاودو غادي يبقى عندنا حتى جوسكا نيجاتيفاسيون دو بريليمون. الخطوات المتثاقلة حذر وتركيز عالي في أداء الواجب المهني بين أقسام العزل. الدكتورة فوزية عداس رئيسة قطب الشؤون الطبية بمستشفى القرب سيدي مؤمن في طريقها الآن لإجراء فحوصات وأخذ عينات للمرضى تفتح غرف المصابين من أجل الاطمئنان على تطور حالتهم الصحية. فأنا وخا خديت الحيطة ديالي وكل شيء انا لقيت راسي ورطت العائله ديالنا اوروزمون الحمد لله 8 من امي وخوتي وخواتاتي 8 الناس مشاو داروا التحاليل الحمد لله طلعت النتائج سلبيه عاد باش ارتاحيت. انا دابا واخا كنت واخد الاحتياطات ديالي انا خلقت مشكل الدار الحمد لله. انا ما نبغيش هذا الشيء يوقع عليك اخويا اختي ما نبغيش هذا الشيء يوقع عليكم وتاخذ الاحتياطات ديالك وتخرج الا للضروره القصوى. كنت اضطريت باش نبقى خدام الناس اللي بقاو اضطروا باش يبقاو خدامين. وبالنسبة للمواصلات كنت كنستعمل المواصلات العامة يعني كنت مضطر باش ناخذ إما مرة الطاكسي مرة الطوبيس وكان عندي كنت كناخذ الاحتياطات ديالي عندي المعقم في الجيب كل شيء كان عندي. مؤخرا بانوا عليا أعراض اللي بغى يعرف شنو هما هاد الأعراض كنت كنسخف بزاف إذا طلعت غير للدار فوق كنسخف بزاف مشات لي الشم ريحة الشم مبقاش نقص بزاف التذوق مبقيتش كندوق الماكلة
شويه القحبه مره مره، جاتني السخانه جوج المرات في السيمانه وحده، جاتني يومين ومشات وعاود جاتني يومين. يعني ملي تجمعوا هاد الاعراض مشيت انا واخا كندير الاحتياطات ديالي، اتصلت بالناس ديال الويا قادة ووجهوني، مشيت للمستشفى تكلمت مع الدكتور خادوا لي العينه. ومن بعد نهار واحد اتصل بي عون السلطه، جات سياره الاسعاف جات عندي حتى الفكين، وانا جيت دابا للمستشفى هنايا. ماشي غادي نشكر لكم، ولكن لقيت زعما واحد الرعايه اللي انا تبعت فيها. يعني الاكل كاين موجود، كاين الناس ديال الستاف ميديكال كيتصلوا بك بالتليفون يسولوا، كيجيو الصباح يديروك لي زاناليز ديالك، كيدقوا لك الشوكه يعطوك التريتمون ديالك. النهار اللي جيت خداو لي داروا لي السكانر، داروا لي التخطيط ديال القلب. زعما الستاف ميديكال دير واحد المجهود كبير بزاف. مجهودات الطاقم الطبي والتمريضي متواصلة، يتم الآن توزيع وجبة العشاء على المصابين. طاقم يسهر على مد المرضى بكل صغيرة وكبيرة هم في حاجة إليها. مستشفى القرب سيدي مومن، حالة تأكدت إصابتها بالفيروس تتوافد إلى هنا من أجل العلاج. السيدة ثلاثينية تسير بترقب نحو قاعات العزل. ستستفيد الآن من فحوصات طبية وتحاليل مخبرية بالإضافة إلى تخطيط القلب. كل ذلك يجري تحت إشراف مندوب وزارة الصحة. نفس عملية استقبال المريضة الجديدة. منين تأكدت الإصابة ديال هاد المريضة؟ هاد المريضة من المسيل البرنوسي كذلك. كما كتشوفوا معنا احنا استقبلنا دابا جوج ديال الحالات إيجابية. عطيناهم مقياس الحراره، كيكون انديفيديوال كل واحد ومقياس الحراره ديالو. خدينا لهم لي كونستانت فيتو ديالهم اللي هما لا طونسيون ارتيريال، خدينا لهم دقات القلب، لا ساتوراسيون دوكسيجين، نسبه الاكسجين في الدم ديالهم. وهاد لي كونستانت كنبقاو ناخذوهم بثلاثه حتى اربعه ديال المرات في النهار. خدينا انيمو التليفون باش كنبقاو نتواصلوا مع لي مالاد الا خصاتهم شي حاجه. فوالا وهذوك لي مالاد كيما شفتوا راهي سون سورفي 24 سور 24 بار دي كاميرا. كنستغلوا هذا الاستقبال الاولي للمرضى باننا اولي غاسيور تنطمنوهم، كنشرحوا لهم هاد لا مالادي كيفاش دايره، كنشرحوا لهم لا بروسيدور اللي غنمشيو بها، كنشرحوا لهم التريتمون اللي غادي نعطيوهم، لي زيفي انديزيرابل ديال داك لو تريتمون، وكنغاسيورهم سوغ لو بلون بسيكيك تيكونوا شويه مخلوعين، كنحاولوا نهدئوهم وناخذوا بيديهم. هاد المستشفى اللي كيتكلف بالمرضى كوفيد 19 وكنطبقوا واحد البروتوكول اللي مصادق عليه من طرف وزاره الصحه، وهو اللي فيه بزاف ديال الانواع ديال الادويه. كاين الدواء الاولاني هو البلاكيني اللي هو ضد، في الاصل كان دواء ضد الملاريا، ودابا كنستعملوه بالنسبه للكوفيد 19 لانه بين الفعاليه ديالو، سيرتو في المرضى اللي كانت عندهم شويه الحاله حرجه، يعني كيكون عندهم مرض السكري او مرض امراض الصدريه. يعني الحمد لله كانت عندنا درنا لهم في الاول سكانر، ومور العلاج ديالهم مي عودنا التحليله نتاع السكانر ديالها بان بانه راه تحسنات، وحتى من الناحيه ديال البيولوجيه يعني العلامات ديال الالتهاب حتى هما نقصوا لنا. بالنسبه للحالات الحرجه كيكون بحال الناس اللي كيكون عندهم مرض السكري، او مثلا عندهم ضيق التنفس او مرض الضيقه ولا لازم اللي كنقولوا له، هذوك الحالات هذو كنتكفلوا بهم الحمد لله. كندير لهم بعض المرات كنزيد لهم في النسبه ديال الاكسجين، وبعض المرات كاين شي حالات اللي وصلنا لها حتى التنفس الثنائي، ولكن في المجمل الحمد لله كانت الحالات زعما في الاجمال ديالهم حنات اللي تميلت للشفاء وخرجوا ديالهم. هذه هي الفرحه ديالنا الكبيره. غير هو اللي كاين في هذا مع الكوفيد 19 هنا كاينين الدراري الصغار اللي الحمد لله ما كانش عندهم شي 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 عوارض كبيره، وهذوك اغلبيه كنعطيهم الدواء اللي كيوالمهم وكيجيب الله تيسير الحمد لله. Thank you.
الطبيبة فوزية عداس تشرف من جديد على مهام أخذ عينات جديدة من المصابين، سيتم إرسالها بعد ذلك إلى معهد باستور المغرب لتحديد تطور الحالة الصحية لهؤلاء ومدى فعالية العلاج المتبع. كيف ما شفتوا عاد خرج دابا من وحدة الاستشفاء، بحيث قمت بواحد جوج تحليلات الأوليين ديال الفحص عبر الأنف للتأكد من ليفيكاسيتي دو تريتمون، وكنتسنى واحد 24 ساعة وكنعاود ندير تحليلة ثانية. في حالة كانت سلبية المريض كيقدر يخرج في حالته بكل سلام. العينات فور أخذها تأتي إلى هنا بمعهد باستور داخل مختبر علم الفيروسات. الدكتور نور ليل المسؤول عن المختبر حريص على إبلاغ الأطر الصحية بالوحدات الاستشفائية بكل صغيرة وكبيرة حول تطورات الحالة الوبائية. يتم الآن الإخبار عن إيجابية أو سلبية إحدى التحاليل المخبرية. العينات في البداية ديال هذه الإبيديمية ولا هذه الجائحة كان الوزارة كلفت معهد الوطني للصحة في الرباط ليناش والانستيتو باستور في الدار البيضاء باش يقوموا بهذه التحليلات. اذا ليناش تكلف بالشمال والشرق ديال المغرب، حنا تكلفنا بالوسط والجنوب ديال المغرب. اذا حتى مؤخرا زادوا بعض المستشفيات لي سي اش بداو تيقوموا راسهم بالتحاليل، مي مازال تيجيونا التحليلات كما قلنا في الاول من السونتر ومن لو سود من الاقاليم الجنوبيه مازال. اذا هاد العينات ديال التحليل ديال الكورونا فيروس اولا ديال لي فيروس ريسبيراتوار ماشي تحليله ديال الدم، هي تحليله كتخذ عن طريق واحد لاتيج فيها واحد الكوتون في الاخر كتدخل في الانف ديال السيد اللي غنقوموا باخذ العينه ديالو، ومن بعد كنحطوا هذاك لاتيج كدار في واحد الميليو واحد الماده اللي كتحمي الفيروس باش يقدر يبقى عايش في الترونسبور ديالو. كيتسد هذاك لو تيوب وتيدار في واحد لو تيوب اخر باش يحمي الناس اللي غاديين يقوموا بالترونسبور ديال هذا الفيروس هذا ديال هذه التحليله، ومن بعد كيدار عاوتاني بصاشي اخر وكيتسد وكتجي معنا واحد لافيش ديال لي رونسينمون ديال اللي كتجي مع ديك لافيش. هذه كنسميوها تريبل امبالاج. المسار ديال المريض اللي كنستقبلوه هنايا هو كيكونوا حالات مؤكده من خلال التحاليل المخبريه من معهد باستور، وكتوافد علينا من المراكز من المركز ديال القرب ديال الطبي يعني سي ام بي سنتر ميديكال دو بروكسيميتي، وايضا من المستشفى ديال المنصور. هنا كاين حالات ديال كاين قاعات ديال العزل لي سال ديزولمون باش يستقبلوا هذه الحالات لاول مره كيخضعوا لهذه التحليله اللي عن طريق الانف، يعني تحليله داخل الانف. ومن بعد ملي كتكون ايجابيه ومؤكده هنايا كتحال على المستشفى ديال القرب، من بعد كيخضعوا لجميع العلاجات هنايا من ضمنها الادويه اللي معروفه اللي كياخذوا هاد المرضى هي النيفاكين بلاكينين او لا بلاكينين اضافه لازيتروميسين الفيتامين سي، وبعد بعد مرات كياخذوا على حسب الحالات اللي كيظهر اللي كيبانوا عند المريض، مثلا ضد التقيأ ضد الدياري الانسان اللي عنده اسهال وضد الحراره السخانه، يعني كل حاله وحاله كتاخذ ديالها. من بين المصابين بمستشفى القرب سيدي مومن مريضة فرنسية بالفيروس أصيبت وهي في طريقها لدفن جدها بالمغرب، تحكي فيما يلي قصتها وكواليس عزلها بهذه الغرفة للتعافي من هذا الفيروس. أتيت من فرنسا إلى المغرب من أجل دفن جدي، وصلت إلى المملكة قبل إغلاق الحدود وأصبت بالفيروس. الفيروس انتقل إلي عبر أفراد العائلة وتحديداً من أحد إخوتي، وعندما كنا مجتمعين سجلت في صفوف العائلة إصابات، أعتقد أن ذلك حدث في الطريق إلى المطار. الأجواء هنا بالمستشفى جد إيجابية، وأنشغل دوماً بقراءة القرآن والدعاء. لدي 3 أبناء،
أحدهم في فترة الرضاعة، وبسبب الفيروس قررت أن أوقف الرضاعة، والحمد لله وجدت هنا اهتماما بالغا من طرف المساعدات الاجتماعية. أقدم لهم جزيل الشكر بهذه المناسبة على خدمتهم. نسبيا تجاوزت هذا الامتحان. صحتي في تحسن مستمر، أحرص على تتبع العلاج وأخذ الأدوية اللازمة. تبقت فقط أيام قليلة قبل إكمال العلاج. بصفه عامه منظومه اليقظه الوبائيه كتعتمد على جوج مسارات. المسار الاول هما الناس اللي كيحسوا بشي اعراض عندها علاقه بالكوفيد، عند ضيق التنفس، الكحه، الحراره، فهادو كيسلكوا مسلك خاص كيدوزوا على قسم المستعجلات اللي فيه واحد الوحده ديال ليزولمون، الوحده العزل الصحي، حيث يستفيدون هناك لما كيكونوا فاليدي التعريف ديالهم، اللي فاليدي داخل في الكوفيد 19، كيستافدوا من التحاليل المخبريه اللي كتمشي مباشره لمعهد باستور. الا كانت سلبيه فالسيد كياخذ التريتمون ديالو بصفه عاديه وكيمشي للمسكن ديالو، اما الا كانت الحاله ديالو ايجابيه فانه كيلج ديريكت في صفه مباشره المستشفى المحلي سيدي مومن. المسار الثاني يتعلق بمسار المخالطين المباشرين لحاله تم التاكد منها. فهاد الناس فانهم يتم الاتصال بهم وكيمشيو كنصيفطوهم مباشره للمركز الطبي للقرب مؤسسه محمد الخامس، حيث هناك خليه لليقظه التي تقوم بالتحاليل لهؤلاء الناس للتاكد من اصابتهم الا من المرض ديال كوفيد 19. في حالتي كتكون الحاله ايجابيه فانهم يرجون كذلك المشفى بصفه مباشره. توحش دارنا بزاف، توحش الماكله ديال امي، توحش الجلسه مع امي خوتي، توحش دارنا في الحقيقه. راه صعيب باش دابا حتى النعاس كتعيا بشويه النعاس هنا، كتبقى النهار كامل ناعس، التلفازه شويه التليفون، يعني كدير مره شويه الحركات، كتصلي تقرا شويه القران، ولكن ما كاينش بحال الجو العائلي اخويا، بحال الدار، تريح، تضحك مع ميمتك، مع خوتك، مع العائله ديالك، ما كاينش بحال الدار. يكذب عليك الكذاب، واخا يكون هنا اللي كان متوفر، مشي لداركم راه تاكل اللي كلتي اللي قسم الله مع خوتك، مع والديك، كتبقى بعدا وصاحب الناس اللي كيبغيوك وكتبغيهم. هادشي نصيحه ليكم اخوتي، راه انا استهنت بهادشي وانا كتاب عليا، انا الحمد لله دابا كنحس براسي الرعاية الطبية ديال هاد الناس الله يجازيهم بخير كاملين، وكل شيء بقيت انا كنحس براسي الصحة ديالي بديت كتحسن دابا مزيان، بقات لي واحد 3 ايام وغنعاود التيست ان شاء الله، طلبوا الله يا ربي الا خرج نيجاتيف نمشي بحالي لدارنا. ما نبغيكمش تطيحوا في هاد الشيء اخوتي، والله ما نبغيكمش تطيحوا في هاد الشيء. انا بعد مرات انا واحد النهار بالليل جاتني غير واحد النخصة هنا، تخلعت وفيقتهم كاملين وهضروا معايا وكل شيء، وليت كنقول ياك ما هاد الفيروس حتى واحد ما عارف الاصل ديالو، ياك ما هاد النقصه غادي نتوفى الله يحفظ ولا شي حاجه. ما بغيكمش توصلوا لهاد الشيء اخوتي، الله ييسر امركم وعاوب هاد المساله بالدرجه الاولى انساني وعا، الله ييسر عليكم. هذه الرسالة إلى جميع المغاربة، إلزموا بيوتكم، هذا الفيروس خطير جدا، إلزموا بيوتكم، اهتموا بصحة أطفالكم، وبحول الله سنتجاوز هذه الأزمة، سنعود إلى حياتنا الطبيعية. الصبر وصيتي إليكم، أوصيكم بالصبر. هناك حالات اللي شفيت تماما، العدد ديالها لحد الساعة 7 حالات. كاين بالنسبه لهاد الحالات اللي هي كاينه في المستشفى كتشرف عليها واحد الطاقم اللي هو طبيعه الحال اداري وطبي وتمريضي وتقني، وهناك كاين حتى الناس اللي ما نساوهمش اللي كيخدموا تما الى جانب الاطقم الصحيه، وهو الناس ديال الرجال ديال النظافه وديال المطبخ، الى جانب يعني كنخدموا بالتعاون ايضا وبالتنسيق مع السلطات المحليه، وكنلقاو ايضا مساعده من طرف يد المساعده من طرف القوات المسلحه الملكيه، اللي من خلال خاصه من خلال واحد الخليه اجتماعيه اللي كيتواصلوا بها، وكاين مساعدات اجتماعيات كنتواصلوا مع المرضى بشكل يومي. بالاضافه كاين هناك في المستشفى
ولا في القاعات ديال المستشفى ولا واحد القاعه ديال المراقبه اللي هي مجهزه بقاعات بشاشات ديال التلفازه، وكنتابعوا تتبع الحالات عن طريق بواسطه الهاتف من خلال التواصل مع المرضى. لحد الساعة الحالات اللي توفدت المستشفى هي حالات مستقرة، بعض المرات تكون إلا كانت شي مضاعفات فهي كتحال على جهات أخرى اللي هي ديال 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 لي سوان انتنسيف، يعني العلاجات المركزة. أما لحد الساعة ما كاين حتى شي حالة ديال الوفاة. حرب المغرب ضد فيروس كورونا المستجد مستمرة. ثمرة هذه المجهودات أن شباباً وكباراً وأطفال نجحوا في مغادرة قاعات العزل نحو بيوتهم. بارقة أمل تلوح في الأفق كل يوم بمستشفيات المملكة. جنود الصف الأول الأطر الصحية يواصلون التصدي بشراسة للجائحة لنلتزم بتعليمات السلطات للوقاية أكثر من هذا الوباء.